إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما ينتفع الإنسان إلا إذا كان له قلب، قلب ماذا؟ قلب سليم من الشبهة والشهوة، وألقى سمعه للموعظة وهو شهيد، يعني أن قلبه حاضر. إذا أردت أن تنتفع بالذكرى فليكن قلبك سليما من الشهوات والشبهات، وإذا سمعت الذكرى تلقي بسمعك كما أقول لك الآن، أو يقول الخطيب ألقي سمعك إلي، يعني أحضر سمعك إلي وهو شهيد، يعني حاضر القلب غير غافل.